اعرف ليش دائما يعني عند كل فرحه للاعبين نتعرض الى استفزاز غير طبيعي من قبل الاخوه والاشقاء تحديدا من دول الخليج. اللاعب بشار رسل وبعد انتهاء مباراه فريقه والفوز على النصر والتاهل كبطل عن غرب اسيا الى نهائي القاره صرح تصريح وجهه نظر اعتياديه جدا وما كان بيها اي اساءه، وقال احنا كفريق اللي يقدر يوقفنا ممكن فقط فريقي الهلال السعودي والسد القطري. لهنا تصريح كلش طبيعي ولا باي اساءه، هذا هو تصريح اللاعب. وما اعرف ليش دائما يتم الربط بالقضايا السياسيه وربطنا بايران، وهذا الامر مرفوض تماما وشجب واستنكار كبير. واستغرب انا ما لاقى هذا التصريح، خاصه وانه صدر من اعلامي سعودي ومستشار واعتقد هو احد العاملين في نادي النصر السعودي. شنو قال في تغريدته؟ خلينا نشوف التغريده. يعني عجيب انه قضيه المجوس وربطها بلاعبينا. يا اخوان احنا عراقيين وهويتنا عراقيه ولا يمكن ان يكون ولانا لاي دوله اخرى. هذا الامر اذا ينطبق ممكن عليك انت يا صاحب التغريده وعلى ناس تعرفهم، فما ينطبق علينا وعلى لاعبينا، وبالتحديد اللاعب بشار حسن الخلوق جدا واللي ما صدرت منه اي اساءه. شو يقول بتغريدته؟ محمد الدرع طبعا هو معد ومقدم برامج في فضائيه سعوديه ومستشار اعلامي. يقول محاولات استفزاز فاشله باللاعبين مجوس الانجاس. يعني اولا هي مو لغه اعلام، يعني المجوس الانجاس هو من المجوس الانجاس؟ اللي صرح لاعب عراقي ابن عراقي بشار حسن ابن اللاعب السابق رسل بنيان، تاريخهم مشهود ونعرفه حق المعرفه، من المجوس الانجاس؟ يقول محاوله ادخال نادي سعودي اخر والثناء عليه والهدف محاوله بليده وفاشله للانتقاص من نادي سعودي اخر. لا يعلم ان المشجع السعودي واعي جدا وكلنا نقف مع اي ممثل للوطن، ونهايتكم وخروجكم مذل قريبا على يد بطل الشرق باذن الله يا ابو عشر نفر. هاي بالاخير انا ما فهمت يا ابو عشر نفر، وانا يعني بحثت بالتصريح مال البشار وسمعت لاكثر من مره، ردت اشوف الاساءه وين؟ ما شفتها. لذلك دائما تصدر الاساءات من دول الخليج ويكون الرد ضعيف جدا من قبلنا. لذلك اقول لك يا محمد الدرع يا الاعلام السعودي، اولا اتحفظ جدا على اللغه اللي تتحدث فيها، وثانيا بشار لاعب عراقي ويشرف كل مسيرتك الاعلاميه واللي حكى بي وجهه نظر مقبوله وما بها اي اساءه، الاساءه صدرت من عندك انت. بمتابعتك